Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Amis Sportifs, c'est bien très heureux de vous retrouver dans cette ambiance extraordinaire. Si cela ne remet استمعنا إلى النشيدين الوطنيين التونسي والجزائري. مشاهدينا الكرام، أحباء الرياضة، متابعينا على القناة الوطنية الثانية، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الدولي المدي بين تونس والجزائر، دربي دولي مغاربي
بدعم مغاربي طبعا بين الشقيقين المنتخبين التونسي والجزائري. مرحبا بكم إذا مباشرة من ملعب عنابة إلى هذا اللقاء الدولي الودي، لقاء هام طبعا للمنتخبين وللمنتخب الوطني التونسي إعدادا لقادم الاستحقاقات وعلى رأسها الكان المقبلة. المنتخب الوطني التونسي في تحدي اليوم والرهان تدارك المردود شكيب اللي ما كانش مقنع وكانش مقبول بالمرة ضد منتخب غينيا الاستوائية يوم السبت الماضي في مالابو، ودائما لقاءات مشوقة، لقاءات فيها برشا منافسة وتتجاوز الصبغة الودية، لقاءات المنتخبين الجزائري والمنتخب الوطني التونسي. نبدأ بتشكيلتي الفريقين والبداية بالمنتخب التونسي، طبعا هو ضيف ينزل على المنتخب الجزائر الشقيق. إذن هذه تشكيلة المدرب جلال القادري، 16 أيمن دحمان في حراسة المرمى، 4 ياسين مرياح، 3 منتصر الطالبي، 2 يان فاليري، 21 علي العابدي، 24 علي العابدي، 21 وجدي كشريدة، 14 عيسى العيدوني، 15 محمد علي بن رمضان، 7 الياس العشومي، 10 حنا بعد المجبلي، و9 عصام اجبالي. الاحتياطيون في تشكيلة منتخبنا الوطني: بشير بن سعيد كحارس مرمى احتياطي 22، 1 معز حسان، 20 محمد دراجر، 5 اسامة الحدادي، 12 مرتضى بن ونس، 8 اسمس بن سليمان، 17 هيكل الشيخاوي، 29 محمد وائل الدربالي، 11 اسامه بوقره، 18 محمد الضاوي، 19 هيثم جبيني، 28 حمدي العبيدي، و6 على غرام. المنتخب الجزائري بطل افريقيا 1990 وكذلك 2019 في حراسه المرمى والإخاء، وبطبع علاقات تاريخية متميزة تونس والجزائر، والصورة معبرة شكيب على الكادر متاع المباراة، على معناها العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين. أجواء رائعة هنا في ملعب عنابة، واللقاء الدولي الودي بين المنتخبين التونسي وكذلك الجزائري. إذن مصطفى زقبة، عيسى مندي، أحمد توبا، كيفين جيتون، توغاي، نبيل بن طالب، رامز زروقي، سعيد بن رحمة، فريد الشيب، إسلام السليماني، وكذلك رياض محرز القائد بالطبع اللي فاز بالتشامبيونز ليج مع المان سيتي. بالنسبة للاحتياطيين من جانب المنتخب الجزائري: بوعنيني بدر الدين، هريس بالقبلة، مهدي لريس، حسام عوار، أسامة بن بوتوا وحارس احتياطي بغداد بنجاح، أسامة شيتا، هيثم لوسيف، جوان الحجام اللي كان أساسي أمام المنتخب الأوغندي يوم الأحد وفوز منتخب جمال بالماضي 2-1، أيضا حمادة العبدلي وعمورة المسجل لثنائية طاقم تحكيم المباراة عبد العزيز بوه، واكيد يعرفوه الجماهير التونسيه جيدا، حكم الديربي في البلاي اوف حمد الدين بيبا، وكذلك ابراهيم سالم. اخر مباراه شكيب وديه بين المنتخبين التونسي والجزائري، فوز المنتخب الجزائري منذ سنتين في رادس 2-0 من اهداف بغداد بنجاح، وكذلك رياض محرز اثر مخالفه مباشره وتنطلق المباراه. انطلاق المباراه بحضور جماهيري غفير جدا واجواء رائعه، اجواء رائعه في هذا اللقاء الدولي الودي بين تونس والجزائر. الدقيقه الاولى من المباراه، لقاء هام بين شقيقين، زوج منتخبات يعرفوا بعضهم جيدا، زوج منتخبات يضموا ملاعبيه من طراز عالي، محترفين في أندية كبرى أوروبية الكرة الجزائرية. هذه الصور تأتيكم مباشرة من ملعب عنابة بحضور تقريبا 60,000 متفرج عبد الرحمن في هذه المباراة الدولية الودية، وهذا اللقاء رقم 25
بين المنتخبين التونسي، يعني في 25 لقاء سابق بين تونس والجزائر، دون اعتبار مباراتين لحساب تصفيات الألعاب الأولمبية لم تعد تعتمدهم الفيفا كمباريات من صنف ألف. دارت سنة 75 تعادل هدف لهدف الجزائر وفوز تونس في الإياب 2-1. 18 انتصار للمنتخب التونسي سجل 36 هدف، 18 انتصار للمنتخب الجزائري سجل 47 هدف، و14 لقاء انتهى بالتعادل. هذه مخالفة نلعب في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، مخالفة للمنتخب الجزائري، هي إعادة بالعرض البطيء التدخل والمخالفة، المخالفة كانت ضد عيسى العيدوني، هي الإعادة أمامكم، مخالفة يربحها المنتخب الجزائري في الدقيقة الثانية من هذا الشوط الأول. كل لاعبي المنتخب الوطني التونسي في الخط الخلفي في انتظار تنفيذ المخالفة للمنتخب الجزائري. في المباريات الودية 23 لقاء سابق بين المنتخبين، 5 انتصارات لتونس، 11 للجزائر، و7 تعادلات. ننتظر تنفيذ المخالفة للمنتخب الجزائري. تتلعب الكرة عيسى العيدوني مرة أخرى في التغطية، وترجع الكرة التونسية، باهي الكرة في العمق، باهي الكرة في العمق، حنا بعد مجبري، فما طلب كرة على اليسار، ما كملتش العملية، كانت تنجم تستغل الفرصة هذه أفضل من هكا. انطلاقة جيدة من حنا بعد مجبري بالكرة، هاو أمامكم على الصورة، حنا بعد المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ركنية للمنتخب الوطني، هي إعادة أمامكم. الياس العاشوري كان على الجهة اليسار تلم الكرة وانتهت العملية بركنية. المجبري مرة أخرى في التنفيذ في القائم الأول، وترجع الكرة من جديد لصالح المنتخب الوطني التونسي في الدقيقة الثالثة من هذا الشوط الأول. شكيب، لو الكرة وصلت إلى العاشوري والتدخل كان حاسم من جانب كيفن جيتون الظهير الأيسر للمنتخب الجزائري، ووضعية السلة المعلنة على هجوم المنتخب الوطني التونسي. محور دفاع المنتخب الجزائري متكون من عيسى مندي وكذلك توغاي المعروف في تونس والمنتمي للترجي الرياضي التونسي، وتغييرات من جانب المدرب جمال بالمادي بالمقارنة مع مباراة أوغندا. الخبر شكيب أنه رامي بن سبعيني سيحتفل بزواجه يوم 23 جوان المقبل، على ذاك منحه الراحة المدرب جمال بالمادي. حنب على المجبري يحدث الفارق من الجهة اليمنى ويتحصل على المخالفة، بداية قوية للمنتخب التونسي. ورامز الزروقي متوسط ميدان 20 في هولندا، وفي المستقبل باش يحترف مع فريق فينورد روتردام اللي هو بطل هولندا. شفنا الكرة وكاد المنتخب التونسي باش يحدث الفارق منذ البداية، لو وصلت الكرة للياس العاشوري اللي كان في اللاكس كان معناها وجه لوجه، لكن التغطية الأخيرة من مدافع المنتخب الجزائري. مباراة معناها فيها برشا رغبة للفوز من الجانبين، المنتخب التونسي ما يحبش بطبع ينهزم في زوز لقاءات متتالية، المنتخب الجزائري حب يأكد فوزه 5 مرات في مجموعته في تصفيات كأس أمم أفريقيا، الأسبقية التونسية على مستوى الرسميات وجزائرية على مستوى اللقاءات الودية. اليوم الجديد أنه يان فاليري إلى جانب مرياح، وكذلك منتصر الطالبي أمامكم التدخل الأخير من جانب العليل عابدي، اكتسب خبرة كبيرة من تجربته الفرنسية مع باري اف سي وحاليا مع كون، والكرة باش ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي. آخر مباراة دولية ودية بين المنتخبين جوان 2021 في تونس، ربما المنتخب الجزائري مازال ما تجاوزش الانسحاب المنتخب
مر امام المنتخب الكامروني، وكان معناها لقاء مؤدي الى كاس العالم بقطر. الكره في وسط الميدان للمنتخب الجزائري، ودائما لاباتاج الاندفاع من جانب عيسى العيدوني، والتوصيات من المدرب جمال بلمادي اللي درب يوسف المساكني مع الدحيل القطري. ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، 6 دقائق مرت على بداية الشوط الأول. باهية العملية، حنا بعد المجبري قاعد يقوم دور كبير ياسر، يلعب بذكية كبيرة. وأمامكم وجدي كشريد على الصورة، ركنية ثانية للمنتخب الوطني، إعادة العملية الأخيرة المتاحة. شوفوا التحذير من حنا بعد المجبري، كان ذكي برشا لوجدي كشريدة. ركنية دائما على يسار الحارس مصطفى زجبة حارس منتخب الجزائر. أمامكم على الصورة عملية الركنية على يسار حارس المنتخب الجزائري، تتنفذ من قوسة وترجع كرة ثانية. محمد علي بن رمضان ما خذهاش، رجعت لمنتخب الجزائر. الهجوم المعاكس السريع، 5 لاعبية من المنتخب الوطني التونسي في التغطية، والكرة تخرج تمس لصالح المنتخب الوطني. على الصورة المدرب الجزائري جمال بلماضي. عملية المنتخب الجزائري لكن خرج التماس لصالح منتخبنا الوطني. رياض محرز نجم منتخب الجزائر وقائد الفريق، التماس وعلي العابدي. علي العابدي في التنفيذ، التماس لمنتخبنا الوطني. ترجع الكرة جزائرية، الضغط على حامل الكرة من جانب المنتخب الوطني، والتماس. التماس يقول الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه للمنتخب الجزائري. تتلعب بالكرة لصالح منتخب الجزائر الشقيق. جماهير غفيرة جدا في ملعب عنابة، وأجواء رائعة في هذا اللقاء الدولي الودي. ترجع الكرة للمنتخب الجزائري، تبادل الكرات القصيرة، دقيقة 8 من هذا الشوط الأول. انتشار جيد لعناصرنا الوطنية كيف تلاحظوا على الشاشة، انتشار جيد لأبناء المدرب جلال القادري. والمنتخب الجزائري يحاول تخطي دفاع المنتخب الوطني التونسي، لكن لاعبيتنا واقفين كيف يلزم. هذا جلال القادري الناخب الوطني. الحكم عبد العزيز بو يقول تتعاود، تتنفذ المخالفة، ما عطاش إشارة التنفيذ. أمامكم على الصورة الحكم الموريتاني. رياض محرز قدام الكرة، يلعب كرة قصيرة، تبادل الكرات بين عناصر المنتخب الجزائري. دينا نقرب من الدقيقة 9 والتعادل دون أهداف إلى حد الآن بين الشقيقين تونس والجزائر. للمرة الثانية على التوالي منتصر الطالبي عنده شارة القيادة في المنتخب الوطني التونسي. رياض محرز المراوغة والمخالفة لقائد المنتخب الجزائري لبطل أوروبا مع المان سيتي، يحدث الفارق بفنيته. المخالفة من منتصر الطالبي والمتابعة من جانب علي العابدي، والتدخل كان من متوسط دفاع لوريون الفرنسي. إعادة للمراوغة الأخيرة والمخالفة لرياض محرز. عنده خاصية أنه فاز بالبريمير ليج مع زوز أندية مختلفة، ليستر والمان سيتي، وفاز أخيرا بالشامبيونز ليج كثاني جزائري بعد ربح ماتجر 1987. العشر دقائق الأولى للشوط الأول، دائما لقاءات تونس والجزائر موتيفاسيون كبيرة للاعبين لتحقيق الفوز مهما كانت الصبغة، حتى ودية، ثم تصنيف فيفا، ثم تصفية كأس العالم
في نوفمبر المقبل، والتوصيات من أيمن الدحمان لدفاع المنتخب الوطني التونسي. أمامكم أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة العربية والإفريقية، رياض محرز اللاعب السابق للوافر كامبر، ثم تحول لليستر والمان سيتي مع بيب غوارديولا. المتابعة للمخالفة لرياض محرز، كان سجل ضد المنتخب التونسي منذ سنتين في رادس الكرة، والتدخل من جانب دفاع المنتخب الوطني التونسي والمخالفة ليان فاليري. الإشارة من حكم المباراة عبد العزيز بوه. أمامكم يان فاليري أيضا من اللاعبين اللي موجودين في أنجي مع نبيل بن طالب اللي موجود مع المنتخب الجزائري. هو إسلام السليماني، والتدخل الأخير من جانب عيسى مندي، والمخالفة للمنتخب الوطني التونسي. ما ترجعش الكرة لإسلام السليماني، ترجع لرياض محرز، ثم عملية ثنائية ما تنجحش والكرة ما توصلش إلى رياض محرز. والفريد الشيبي حاول معناها تفعيل لون دو مع رياض محرز، الكرة باش ترجع للمنتخب التونسي. أمامكم أحد الوجوه الممتازة كذلك شكيب في البطولة الفرنسية، المحترف بتولوز فريد الشيبي، تم اختياره أحسن لاعب صاعد في فرنسا. والتفاعل لجمال بالماضي إلى حد الآن المنتخب التونسي يركز برشا على جهة كشيدة وحنا بعلى المجبري، والكرة ركنية للمنتخب الوطني التونسي. تواجد يان فاليري إلى جانب مريح والطالبي يخلي معنى الحرية للثنائي كشريدة وعلي العابدي. هو إعادة للتوغل الأخير من جانب كشريدة، يحب المساحات وهو كذلك جوار دو كولوار. بالفعل عبد الرحمن، إذا عملية أخيرة تبعتوها للمنتخب الوطني التونسي، دائما على الجهة اليسار لدفاع المنتخب الجزائري، تنتهي بركنية ثالثة دائما على يسار الحارس الجزائري مصطفى زيكبا. التنفيذ لعلي العابدي، ان شاء الله الثالثة ثابتة للمنتخب الوطني في هذه الركنية. تتنفذ الرأسية، قلت ان شاء الله الثالثة ثابتة، ثبتت الثالثة، الركنية الثالثة ثبتت، هدف لصفر أسبقية للمنتخب الوطني التونسي، ركنية ثالثة ثابتة، هدف مقابل شيء، وحسرة لجمال بالماضي. المنتخب الوطني التونسي يضغط، يزيد في الضغط ويسجل هدف ممتاز في الدقيقة 13 عن طريق منتصر الطالبي بعد ركنية من علي العابدي على الجهة اليسار لمرمى الحارس مصطفى زيكبا. هدف مقابل شيء، عبد الرحمن يظل هدف جاء في وقت مناسب. على غرار تسجيله ضد المنتخب البرازيلي، الكابيتانو يتألق في محور دفاع المنتخب الجزائري. إعادة، نشوفوا سي دي ماركي كما يقال منتصر الطالبي، التوزيعة دقيقة ويغالط الحارس زيكبا. معناه القيمة الفنية متاع منتصر الطالبي، يحدث الفارق في مرمى المنتخب الجزائري. سجل في البارك دي برانس ضد المنتخب البرازيلي، لعب كل اللقاء مع لوريون في البطولة الفرنسية، معناها قيمة ثابتة، كسب كبير للمنتخب الوطني التونسي. منتصر الطالبي، هدف مقابل صفر لعناصرنا الوطنية في عنابة بالذات، واستغلال هذه المرة الكرة الثابتة للمنتخب الوطني التونسي. اليوم النجاعة موجودة، وقلنا شكيب ما نجمش المنتخب التونسي يلعب معناها زوز لقاءات بنفس الأداء اللي ريناه ضد منتخب غينيا الاستوائية. اليوم يحدث الفارق المنتخب التونسي في عنابة بالذات بفضل منتصر الطالبي. إذا الضغط أثمر هدف أول عن طريق منتصر الطالبي. المنتخب الوطني التونسي يستحق هذه الأسبقية. شفنا الضغط منذ بداية المباراة، كانت فما فرصة سارحة للتهديف منذ بداية اللقاء بعد ما خذاها حنا بعد مجبر الكرة، وكاد يمر الياس العاشوري، ركنية ثالثة، التنفيذ يعني العابدي
الثالثة ثابتة، هدف مقابل شيء، بداية جيدة لمنتخب تونسي. معدل أعمار لاعبيه 26 سنة وأربع أشهر، ومعدل أعمار المنتخب الجزائري 28 سنة وشهرين. رجعت الكرة لصالح المنتخب الجزائري، هدف مقابل شيء لتونس. إن شاء الله تتواصل السيطرة وتتواصل الأسبقية. أكيد انطلاق المباراة حاليا مع رغبة المنتخب الجزائري في التعديل، مع رغبة المنتخب الوطني التونسي في تجاوز هزيمة منتخب غينيا الاستوائية وفوز على المنتخب الجزائري، عنده انعكاسات إيجابية على المجموعة على الإطار الفني. الباهي أن المنتخب التونسي استغل كرة ثابتة، الباهي أن المنتخب التونسي تخلف المباراة منذ البداية. شفنا الكرة الأولى اللي كانت لحنبة على المجبري، لو تجاوزت المدافع لكان الهدف الأول. منذ البداية يدخل الشك المنتخب التونسي في المنتخب الجزائري. بالرحمة أمامكم، شوفوا الأسماء ونشوفوا الاندفاع والموتيفاسيون من عيسى العيدوني، من أب جزائري وأم تونسية، واختار اللعب مع المنتخب الوطني التونسي. نفس الرهانات للمنتخبين أنه يحضروا في نهائيات الكان في جانفي 2024 في الكوت ديفوار، باش تكون من أقوى معناها الكوسة الإفريقية على مر التاريخ مع قيمة المنتخبات الموجودة، وكذلك تصفية كأس العالم أمريكا والكندا والمكسيك 2026، والإصابة لأمين توغاي المدافع المحوري للترجي الرياضي التونسي. نشوفوا العاشوري وأيضا عصام الجبالي، ولا إصابة لمدافع المنتخب الجزائري. المنتخب التونسي ينجح في بداية المباراة هنا في عنابة. نذكر أنه آخر لقاء للجزائر على عشب ملعب عنابة كان سنة 2011 في مباراة الجزائر والمغرب، والهدف الممتاز للكابيتان وللقائد منتصر الطالبي، والإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي يعرف قيمة نتيجة إيجابية أمام المنتخب الجزائري. تعلم برشا في الاحتراف، اللاعب السابق لروبين كازان المحترف كذلك في تركيا، بدايته 2016-2017 مع الترجي الرياضي التونسي منتصر الطالبي، معناه مثال نتاع لاعب ناجح محترف ويقود محور دفاع المنتخب الوطني التونسي، وخذا شارة القيادة منذ مباراة السبت الماضي. إلى حد الآن المنتخب الوطني التونسي ينجح في بداية مباراته أمام المنتخب الجزائري، وننتظر أكثر من المنتخب الوطني التونسي مع قيمة المجموعة، مع الحلول اللي موجودة لجلال القادري رغم بعض الغيابات. في تليعتها شكيب الياس الصخيري، نتمنى له أن الوجهة القادمة تكون ميلان وتكون إشبيليا أو تكون روما إن شاء الله. بالنسبة للياس الصخيري 19 دقيقة لعب، أسبقية للمنتخب الوطني التونسي، هدف ممتاز لمنتصر الطالبي بعد ركنية نفذها علي العابدي. ترجع الكرة من عيسى العيدوني، لعل من أبرز الملاحظات هو الانتفاع، تحس فما رغبة كبيرة من جانب عناصر منتخبنا الوطني، واندفاع بدني كبير إضافة إلى فنيات العديد من اللاعبين في هذه المباراة الدولية المدية. أيمن دحمان يلعب كرة قصيرة مع ياسين مرياح، ثم يحط كرة على الجهة اليمين، تخرج الكرة تدريجيا من منطقة المنتخب الوطني التونسي، ترجع لصالح المنتخب الوطني الجزائري. قاعد يحاول طبعا الوصول الى مرمى ايمن دحمان. شوفوا حنبع المجبري، مجهود بدني كبير بالضغط على حامل الكره من المجبري. ترجع الكره الجزائريه، لقاء اكيد باش تكون وراه برشا حاجات ايجابيه لجلال القادري مدرب المنتخب الوطني، باش يقف اكيد على عديد النقاط، وهو يواجه منتخب عنده قيمه كبيره افريقيا وعربيا هو المنتخب الجزائري، ويضم نجوم عديده، لها باع وذراع في كره القدم. منتخبنا الوطني الى حد الان قاعد يقدم في مستوى جيد. ترجع الكرة لصالح المنتخب الجزائري
21 دقيقة لعب إلى حد الآن الأسبقية التونسية، هدف مقابل لا شيء، الإمضاء منتصر للطالبي. شوف تبادل الكرات دون إيجاد الحلول بالنسبة للمنتخب الجزائري. رياض محرز قائد الفريق، والتغطية مرة أخرى من دفاع المنتخب الوطني التونسي. رياض محرز يلعب كرة قصيرة ترجع له، التدخل والحكم يقول فما مخالفة ضد علي العابدي لصالح المنتخب الجزائري. هاي إعادة للعملية، تدخل علي العابدي مع رياض محرز، مخالفة لصالح المنتخب الجزائري. ننتظر التنفيذ. دفاع المنتخب الوطني التونسي أكيد وقت كيف ما يلزم مع توصيات الحارس أيمن دحمان لعدم ترك أي ثغرة قدام رياض محرز. عملية وخطيرة كانت الكرة، لكن تخرج مباشرة ضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي بعد عملية قادها رياض محرز. أكيد خطير رياض محرز في مناطق المنتخب الوطني التونسي. نشوفوا التمهيد، رياض محرز حب يحط الكرة على القائمة الثاني وين موجود هداف كرة القدم الجزائرية إسلام السليماني، خبرة كبيرة في عديد الأندية الأوروبية، حاليا في فريق عريق اللي هو أندرلخت، وكان قبلها في بريست، في سبورتينغ لشبونة، في موناكو، وعديد الأندية الأوروبية. إلى حد الآن صامد المنتخب التونسي، شفنا برشا مرات يدخل منتصر الطالبي في ظل التكتيك اليوم نتاع جلال القادري، برشا حريه وبرشا مساحات لعلي العابدي وكذلك كشريده، والكرة الثابته اليوم ناجحه مع الهدف المختطف من منتصر الطالبي. حنا بعل المجبري للمنتخب الوطني التونسي، ثم عيسى العيدوني، محمد علي برمضان، ياسين مرياح، الى يان فاليري اللاعب السابق لساوثامبتون وانجي حاليا وسيغادر انجي، شكيب باعتبار انه انجي نزل الى الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم. أمامكم يان فاليري، كان في سن صغير تألق في البريمير ليغ تقريبا منذ 5 سنوات، تم استدعائه منذ أشهر للمنتخب الوطني التونسي. الكرة لعصام جبالي لعب جامبا أوزاكا، ثم الياس العاشوري مع فريق فيبورغ في الدنمارك يلقى الفضوة والإسباس لحنا بعل المجبري، ثم التخريج مباشرة للحارس مصطفى زقبة. يلعب برشا من الناحية الهجومية في الكولوار اليمين، كشريدة يحبذ هذه الوضعية، وإقحام فاليري مع ياسين مرياح وكذلك منتصر الطالبي، قدمهم كشريدة وكذلك علي العابدي. الأجواء مشاهدينا الكرام هنا في ملعب عنابة تقريبا 60,000 متفرج. قلت آخر مباراة خاضها المنتخب الجزائري كان مع عبد الحق بن شيخة 2011، أنا ذاك في تصفيات كأس أفريقيا كان فاز المنتخب الجزائري على المنتخب المغربي هدف مقابل صفر، كان هدف حسن يبدا من الركائز السابقة للمنتخب الجزائري بن طالب. يرجع للاعب تاريخي كذلك عيسى مندي في المنتخب الجزائري، ثم فارس الشيبي لاعب تولوز يرجع لعيسى مندي، أمامه عصام الجبالي، الكرة لتوغاي، التوزيع المتابعة من علي العابدي، أيضا الكرة ترجع لنبيل بن طالب، ودائما التحكم دون التسييم من جانب المنتخب الجزائري. فعلا عبد الرحمن 25 دقيقة لعب، ما زالت السيطرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، والأسبقية صح التعبير لمنتخبنا الوطني. يبقى خطير وبإمكانه إضافة هدف ثاني، لماذا؟ منتخبنا يملك لاعبية عندهم سرعة كبيرة في عكس الهجومات على غرار حنا بعد مجبري، عصام الجبالي، أيمن دحمان على الصورة، حارس الأول للمنتخب الوطني التونسي، وعلى يسار منتصر الطالبي. منتصر الطالبي صاحب الهدف الوحيد الى حد الان، هدف ان شاء الله يجي بعده اهداف اخرى لمنتخبنا في هذا اللقاء الدولي الودي بين الشقيقين تونس والجزائر، واجواء اكثر من رائعه
في ملعب عنابة بحضور 60,000 متفرج تقريبا في هذه المباراة الدولية الودية. ترجع الكرة لحارس المرمى مصطفى زجبة، طويلة مباشرة للتمس لصالح المنتخب الوطني التونسي. تمس صالح منتخبنا. الإعادة للكرة الأخيرة اللي كانت لأيمن دحمان، وجمال بماضي أكيد ما هوش راضي على الوضعية الحالية للمنتخب الجزائر. ترجع الكرة الجزائرية في وسط الميدان، تبادل الكرات، الضغط على حمل الكرة يجبر المنافس على ارتكاب الأخطاء. التماس المنتخب التونسي بالفعل، تماس صالح منتخبنا الوطني، والكرة لحنبع المجبري باش يخلي الكرة أكيد حنبع المجبري، والتنفيذ سيكون لعلي العابدي، أو التنفيذ سيكون ليان فاليري. أمامكم على الصورة يان فاليري يلعب التماس، وتخرج مرة أخرى لأبناء المنتخب الوطني التونسي حنبع المجبري على الصورة. يان فاليري مرة أخرى في تنفيذ التماس، والتماس الثالث لمنتخبنا الوطني. فما دفع على حنبع المجبري، مطالبة بمخالفة، لكن الحكم المساعد الأول إبراهيم صلاح يقول تماس صالح المنتخب الجزائري. أصغر لاعب كنا نحكيه على حنبع المجبري على الميدان هو حنبع المجبري، مواليد جامب 2003، وأكبر لاعب إسلام السليماني. أول أمس احتفال بعيد ميلاده 35. الكرة لأحمد توبة المحترف في البطولة التركية، وله اتصالات متقدمة مع بيتيس إشبيليا. اليوم يشغل الجهة اليسرى لدفاع المنتخب الجزائري الساعي للتعديل بعد الأحداث الفارق، إذ الكرة الثابتة للمنتخب الوطني التونسي بفضل منتصر الطالبي، سجل هدف في مشواره هذا الموسم مع لوريون، وخاض 38 مباراة في الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم. زروقي ثم توغاي، ترجع لرامز زروقي لاعب فيرنورد الموسم المقبل، فارس الشيبي للمنتخب الجزائري. رياض محرز الشيبي، البوسيسيون للمنتخب الجزائري، لكن المنتخب التونسي عنده الأسبقية إلى حد الآن. عيسى مندي ثم رياض محرز، فارس الشيبي، ترجع الكرة للمنتخب الجزائري إلى حد الآن ما لقاش الآليات لإيجاد كرات لسعيد بالرحمة. إسلام السليماني، شوفوا المنتخب التونسي يتقدم من جهة حنبع على المجبري، ثم عصام الجبالي وكذلك الياس العاشوري، والصعوبات للكونترول من جانب فارس الشيبي، والتوصيات من جمال بالمادي اللي بالطبع كان بطل افريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري مع محرز وبنجاح وكذلك البليلي في الخط الامامي. وما يلزمش هذه المشاهد، زايد 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 هذه المشاهد، معناها العلاقات التونسية الجزائرية أقوى من ربما هذه التشنجات، وواضح أنه المباراة شكيب معناها أكثر من صبغة ودية، مباراة معناها عندها قيمة الانتصار في مثل هذه اللقاءات، لقاءات الأجوار بين تونس والجزائر عندها قيمة كبيرة، وأكيد باش معناها يرجع النصاب بعد قليل، وباش يتسامحوا علي العابدي وكذلك جمال بالمادي، وواضح معناها الشد العصبي. وبالطبع بالمادي معروف انه يتفاعل برشا على حافه الميدان، مزاج خاص لمدرب المنتخب الجزائري، اكيد كل شيء باش يرجع الى معناها الهدوء الى الرصانه. وواضح انه معناها الزوز منتخبات بالطبع العلاقه وطيده بين المنتخبين، بين البلدين، بين الشعبين،
واكيد انه بالماضي باش يرجع له الهدوء. واضح انه معناها منرفز على اداء المنتخب الجزائري. نتفاهم عبد الرحمن، نتفاهم، واحنا طبعا مثل هذه الاشكالات البسيطه تحدث في مباريات كرة القدم. هو الانذار لعلي العابدي. وانذار لعلي العابدي وخذا ارتكب الخطا الاداري، انذر علي العابدي عبد العزيز بو، وانذر ايضا جماد بالماضي مدرب المنتخب الجزائري. نتجاوز هذه النقطه الدقيقه 30 من الشوط الاول. التصوير هذا، هاي صوره جميله، علي العابدي تعانق مع جماد بالماضي. قلنا نتجاوزوها لقطه تصير في مباريات كره القدم، لكن ما تطولش طبعا بين زوج منتخبات بين اشقاء يلعبوا على نفس الميدان في مدينه عنابه. اكيد ماهيش باش تواصل النرفزه، ماهوش فماش حقد بين زوج منتخبات تاريخهم ضارب في القدم، تونس الجزائر. الاسبقيه التونسيه هدف مقابل شيء، هدف منتصر الطالبي، تدخل ومخالفه. التدخل كان ضد نبيل بن طالب على محمد علي بن رمضان، 32 دقيقة لعب، يتلعب بالتماس، ترجع رياض محرز يرفع كرة عالية، التغطية في وسط الميدان، مرة أخرى جزائرية، إسلام السليماني ترجع لصالح المنتخب الجزائري. تجاوزنا الدقيقة 31، نلعب في الدقيقة 32 من هذا الشوط الأول. منتخبنا متقدم هدف مقابل صفر. نبيل بن طالب يحط كرة، كان يفكر في رياض محرز، لكن فما تغطية ممتازة وعيسى العيدوني، والحكم عبد العزيز بوه يصفر الكرة ويمنح المخالفة، يصفر مخالفة ضد عصام الجبالي حامل القميص رقم 9 من جانب منتخبنا الوطني التونسي. باهية من حنبع المجبري يقص الكرة من غير ما يرتكب الخطأ، يعني قص الكرة بالضافة على الميدان أحمد طوبة. مجبري حلوة ياسر التمريرة من حنبع المجبري، تتواصل العملية وجدي كشريدة والتماس لصالح المنتخب الوطني التونسي. شوفوا حنبع المجبري كيفاش يقص الكرة من غير ما يرتكب المخالفة، هاي من زاوية أخرى يلمس الكرة بالساق اليمين، يطيح احمد طوبه لكن المخالفه ما فماش للامانه. الدقيقه 33 والكره تونسيه. حنا بعد المجبري الباساج نتاعو مع بيرمنغهام سيتي اضافه كبيره ليه، اكثر من 30 مباراه في الشامبيونشيب، والمثال بالرحمه اللي كان مع برينفورد في الشامبيونشيب، من بعد فاز مع ويست هام بالكأس المؤتمر الأوروبي ضد فيورنتينا. معناها الباساج أكيد باش يفيد حنا بعلى المجبري، خاصة مع التحضيرات الصيفية مع المان يونايتد، مع تن هاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله إن شاء الله يبرز مع المان يونايتد. وحتى إذا ما برزش مع المان يونايتد، معناها لاعب عنده إمكانيات كبيرة وبإمكانه الاحتراف في عديد البطولات الأوروبية لفائدة المنتخب الوطني التونسي. اقتربنا من العشر دقائق الأخيرة للشوط الأول. دائما تقدم عناصرنا الوطنية هدف مقابل صفر. بطبع المنتخب التونسي لعب نهار سبت في ملابو، تحول مباشرة لعنابة، والمنتخب الجزائري لعب نهار حد في الكامرون ومشى لعنابة مباشرة. الكرة للياس العاشوري المحترف الدنمارك بالرمضان، وثم عيسى مندي، ثم رامز الزروقي توغاي إلى أحمد توبة، يحاول يقرب من منتصف الميدان. إسلام السليماني يخرج من مناطق الجزاء والسوتيان من إسلام السليماني، لكن في الكوروار ثم منتصر الطالبي يقص الكرة الأخيرة. لاعب أيضا إكزومبلير كما يقال إسلام السليماني على مستوى الحرفية، على مستوى النجاعة، قيدوم المنتخب الجزائري، أكبر دليل أنه بنجاح على بنك الاحتياط وسليماني في التشكيلة الأساسية. الكرة من رياض محرز ترجع لفارس الشيبي، فاز بكأس فرنسا مع تولوز هذا الموسم. توغاي
بروزه كذلك في الشامبيونز ليج، ايضا امن له مكان مع المنتخب الجزائري، الكره مباشره في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي، والحارس كان سريع وتفادى تواجد دائما لإسلام السليماني في مناطق 6 أمتار. المنتخب التونسي قلت في الكان معناها 2017 كان فاز على المنتخب الجزائري، وقبلها 2013 معناها في اللي فاز فينال المنتخب التونسي تألق أمام المنتخب الجزائري. كيفين جيتون لاعب باستيا هاو من الجهة اليمنى في التوزيعة والتدخل من منتصر الطالبي وإسلام السليماني، ثم ضربة جزاء، ثم ضربة جزاء يدل الإشارة بضربة جزاء لصالح المنتخب الجزائري من إشارة من عبد العزيز بوه. هاو نشوفوا الوضعية بين إسلام سليماني وكذلك يان فاليري، اعتبار لمسة يد على مدافع المنتخب الوطني التونسي من إشارة من حكم المباراة الدولي الموريتاني عبد العزيز بوه، وال لمسة يد ضد يان فاليري والإشارة بضربة جزاء لصالح المنتخب الجزائري في الدقائق الأخيرة لهذا الشوط الأول. وبطبع في تنفيذ ضربة الجزاء أكيد أخذ الكرة مباشرة رياض محرز للمنتخب الجزائري، وأيضا أمامكم أحمد توبة الإعادة من جديد للوضعية اللي يعلن من خلالها حكم المباراة عبد العزيز بوه على ضربة الجزاء، والتفاعل من جانب مدرب المنتخب الجزائري جمال بلمادي، والكرة لصالح المنتخب الجزائري وبتبع رياض محرز. إذن تبقى الكرة لصالح المنتخب الجزائري في تنفيذ ضربة الجزاء للمنتخب الجزائري. إذن ضربة جزاء للمنتخب الجزائري والتنفيذ لرياض محرز وإمكانية التعديل بالنسبة للمنتخب الجزائري من ضربة جزاء أعلن عليها الحكم عبد العزيز بوه للمنتخب الجزائري أمام أيمن دحمان، ورياض محرز ينجح في التعديل أمام جماهير ملعب عنابة، التعديل للمنتخب الجزائري. وبالطبع كانوا معناها الاحتجاج من لاعبي المنتخب الوطني التونسي على ضربة الجزاء اللي سجلها رياض محرز في عملية التنفيذ. شكيب بالفعل تنشوفوا الإعادة بتاع تنفيذ ضربة الجزاء للمنتخب الجزائري، 39 دقيقة لعب في الشوط الأول، هدف التعادل للمنتخب الجزائري، أي إعادة للتنفيذ من رياض محرز، واحتجاج طبعا من عناصر منتخبنا الوطني، هدف لهدف قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. طبعا فرحة الجماهير الجزائرية بهدف التعادل والاحتجاج على طريقة التنفيذ متواصل على الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، لكنه أصر على احتساب هذا الهدف رغم الاحتجاجات المتكررة. هذا إسلام السليماني على الصورة، هدف لهدف بعد أسبقية تونسية بهدف مقابل شيء، رقم آخر يأتينا من زميل عماد الكيلاني يقول أنه رقم 30 هذا الهدف لرياض محرز في 82 لقاء دولي. ترجع الكرة التونسية 40 دقيقة في هذا الشوط الأول، 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للنصف الأول من المباراة، هدف لهدف منتخبنا يفتتح التسجيل عن طريق منتصر الطالبي، ثم يجي هدف التعادل بإمضاء رياض محرز على أثر ضربة جزاء.
احتسبها الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه. باهي العمليه تبعوها لصالح المنتخب الوطني التونسي، المراوغه الاولى والثانيه في مناطق المنتخب الجزائري من الياس العاشوري. اتناب في احتكار الكره، كان بالامكان التحذير. متواصل العمليه، مقطوعه الكره، مطالبه بمخالفه، الحكم يمنح المخالفه للمنتخب الجزائري، يمنحها لنبيل بن طالب. هي اعاده من قريب لعمليه المخالفه المرتكبه من عيسى العيدوري، وهذه العمليه اللي كانت الكره خلالها عند الياس العاشور يعمل مراوغه، عمليه فنيه جميله، لكن كان بالامكان التحذير بعد ما عمل المراوغه. التوقيت 41 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. نبيل بن طالب، رياض محرز لإسلام السليماني، والكره للحارس ايمن دحمان. واضح جلال القادري الحارس الاول للمنتخب الوطني التونسي هو ايمن دحمان، كذلك من خلال تواجده في لقاءات المونديال للمنتخب التونسي ربما يتحسر على الهزيمه ضد المنتخب الاسترالي، منعته من التواجد في الدور الثاني بعد تعادل مع الدنمارك والفوز على المنتخب الفرنسي هدف مقابل صفر. منتصر الطالبي وجدي كشريده وحنا بعلى المجبري قدم شوط اول ممتاز. المحترف المان يونايتد لاعب سابق لموناكو ورامز الزروقي يرتكب المخالفه. متوسط ميدان 20 والتدخل كان قوي من جانب متوسط ميدان المنتخب الجزائري. نذكر بالنتيجة الحالية، أحداث الفارق من منتصر الطالبي وتعديل ضربة جزاء لرياض محرز. منتصر الطالبي أمام رياض محرز ثم حنا بعلى المجبري يربح في عديد المخالفات أمام نبيل بن طالب، أمام رامز الزروقي المعوض لهاريس بالقبلة اللي كان في نفس الخطة يوم الأحد ضد المنتخب الأوغندي. نسق قوي في لقاءات المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري واستنتاجات كبيرة للإطار الفني إثر هذه المباراة أكيد. وأصر الإطار الفني المنتخب التونسي على خوض اللقاء الودي أمام المنتخب الجزائري رغم عديد العروض الأخرى كما قال الإطار الفني البارح في الندوة الصحفية. الكرة باش ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي، معناها برشا مشاكل أحدثها حنا بعلى المجبري لدفاع المنتخب الجزائري خاصة من جهة أحمد توبة وكذلك المساندة من كشريدة وبالرمضان. وترجع الكرة لمنتصر الطالبي جديد أنه بن سليمان اللي ما قدمش مردود ممتاز ضد منتخب غينيا الاستوائية هو اللي تفعل ثمن والتحويرات الخاصة بالدفاع وكذلك وسط الميدان. والكرة باش ترجع لصالح المنتخب التونسي من توزيع لكن دحمان، الكرة ترجع تماس لأحمد توبة والمنتخب الجزائري. 44 دقيقة لعب، هدف لهدف بين تونس والجزائر. منتصر الطالبي يعطي الأسبقية للمنتخب التونسي ورياض محرز يعدل بضربة جزاء النتيجة. مخالفة أخرى يربحها عيسى العيدوني، ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. هجوم جديد اليوم حنا بعد المجبري، وقعت عليه عديد التدخلات لكن الحكم لم يرفع الورقة الصفراء في أي تدخل على حنا بعد. يان فاليري من اعتبر الحكم الموريتاني انه لمس الكرة بيده في ضربة الجزاء الممنوحة للمنتخب الجزائري. ترجع الكرة التونسية، كرة في العمق ما وصلتش لعصام الجبالي، لياس العاشوري حنا بعد المجبري يخرج كشريدة على اليمين يطلب كرة يوزع لوا، كاد يكون هدف ثاني لو تعديت الكرة وما خرجتش من المدافع، كادت تكون خطيرة لكن كيفن جيتون كان أسبق. هاي إعادة العملية، وجدي كشريدة يوزع في القائم الثاني والركنية العابدي. دائما خطورة العمليات تأتي من توزيعات من وجدي كشريدة، يسبقها تحذير من حنا بعد المجبري.
هذا عيسى العيدوني. 45 دقيقة نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول، وأربع دقائق إضافية في هذا الشوط الأول. تتنفذ الركنية والكرة في دين الحارس مصطفى الزقبة. منتخبنا يضغط في هذه اللحظات، يبحث عن هدف ثاني لإنهاء الأسبقية في هذا الشوط الأول، لكن مصطفى زقبة كان حاضر في العملية الأخيرة. مردود ممتاز يعني العابدي، حنا بعد المجبري، وجدي كشريدة، عيسى العيدوني. صراحة منتخبنا قاعد يقدم في وجه مرضي للغاية. أربع دقائق كوقت بدل ضائع، أضاف الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه. أكيد بالطبع الوقت البديل بالنسبة للشوط الأول، والمنتخب الوطني التونسي متعادل هدف مقابل هدف مع المنتخب الجزائري في هذا الاستحقاق الودي قبل آخر جولة في تصفية كأس أمم أفريقيا اللي باش تكون أمام المنتخب البوتسواني. بتبع المنتخب الوطني التونسي وأيضا عنده تصفية كأس العالم، زوز جولات في تصفية كأس العالم، ثم كان للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يظل معناه أقوى كان باش يكون مع المنتخبات المتأهلة، مع المنتخبات اللي باش تكون متواجدة في الكوت ديفوار، وإلى حد الآن 15 منتخب ضمنوا التأهل إلى النهائيات، ولو أن شفنا هزائم لمنتخبات عربية في الجولة الخامسة. إذا تقريبا معناها دقيقة أو دقيقتين لنهاية الوقت البديل بالنسبة للفترة الأولى. علي العابدي لعب برشا متقدم من الجهة اليسرى لهجوم المنتخب الوطني التونسي، كما كشريدة من الجهة اليمنى، والتعادل إلى حد الآن يخيم على هذا اللقاء بعد نجاح منتصر الطالبي في أحداث الفارق والتعديل من رياض محرز أثر ضربة جزاء لصالح المنتخب الجزائري. برشا فوتات على حنا بعل المجبري لشكل خطورة على جهة أحمد توبة طيلة الشوط الأول. دقيقة ونصف في لنهاية الوقت بدل الضائع في هذا الشوط الأول. الحكم الموريتاني أضاف أربع دقائق كوقت بدل ضائع. هدف لهدف، كرة ما يخلصش عليها سعيد بالرحمة. أمامكم شوفوا الاندفاع البدني من حنا بعل المجبري، خطير لاعب منتخبنا الوطني التونسي. حنا بعل المجبري قدم شوط أول ممتاز، التماس للمنتخب الوطني التونسي بعد ثواني لنهاية الوقت بدل الضائع من هذا اللقاء الدولي الودي بين تونس والجزائر. التعادل هدف لهدف، كرة للحارس مصطفى زقبة، محاولة الضغط على حامل الكرة من جانب عناصرنا الوطنية تنتهي بالتماس لصالح المنتخب الجزائري، والتنفيذ لكيفن جيتون على الجهة اليمين لدفاع المنتخب الجزائري، يلعب الكرة مع حارس المرمى. خمسة ثواني أو أقل، بالفعل الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه يعلن نهاية الشوط الأول بتعادل المنتخبين التونسي والجزائري. هدف مقابل هدف، هدف أول لمنتصر الطالبي يعتبر الأسبقية لمنتخبنا الوطني، ثم رياض محرز عدل عن طريق ضربة جزاء. مشاهدينا الكرام نرجع مباشرة مع الزميل محمد علي بوزقرو للبلاتو التحليل وضيوفه الكرام قبل طبعا انطلاق الشوط الثاني من هذا اللقاء الدولي الودي. إلى اللقاء.